بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة من داخل سوق عيول اللحمة. يا جماعة هنعمل لكم تقرير بالعيول اللحمة كده، خلوكم معنا في الفيديو ده كده، وصلوا على النبي كده في التعليقات بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ودوسوا لايك للفيديو يا جماعة، ايه شجعونا كده يا جماعة عشان نمشوا لكم ايه في أسواق أكتر كده. أدي معانا حاجة من المال الطيب هنا، أول حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في المال، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة كده، أدي مال طيب معانا تبارك الله. السلام عليكم عمدة. السلام عليكم. اسم الكريم حسين شحاش. ازيك عم حسين؟ نورنا عم حسين. كاسر معانا العقل ده عم حسين؟ أنا ما عرفت شو. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة الرايل بيقول سنه برضه إيه ما يعرفوش. الصلاة على النبي. ايه الفلوس عم حسين ولا فصل ولا ايه فلوس؟ مفصول ب 23.5. مفصول 23.5 تبارك الله. هذا يا جماعه العجل دي مفصول 23.5 تبارك الله بسم الله ما شاء الله. متشكرين عم حسين الله يوسع عليك. هذه فتحات العجل من ورا يا جماعه تبارك الله. فلوس 23.5. صلى على النبي. يقول في عشرة. يقول في عشرة. يقول في عشرة. صلى على النبي. أدي معك. في ناس ما بتفهم. على الله الله يوسع عليك. صلى على النبي. استنى هيصور. صلى على النبي. الله أكبر. ايه اسمه خالد؟ لباني. ايه البيع والشراء ولا ايه فلوسه؟ فلوس 19000. فلوس 19000. فادي معانا يا جماعه ان شاء الله. النهارده ان شاء الله المزرعه. ماشي عم سعيد الله يوسع عليك. صلى الله عليه وسلم. هذه فلوس 19.5. فلوس 19000 للراس. فلوس 19000 ان شاء الله. لا 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 خلاص. هذا يا جماعه عيون اللحم بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه احنا برضه حابين نفهم الساده المشاهدين، سوق العيول ده بالاخص يعني في ناس بتحب تصور والاغلبيه ما بيحبش يصور، ناس تقول لك بتخاف من الحسد، ناس تقول لك لا. 16000. الصلاه على النبي. عشر ولا ايه طيب؟ عشر لبن. 17000 لبن. هذه جاموسه لبن يا جماعه داخل سوق العيون 16000. الصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله. 16000 يا موسى لبن. يا لبن طالب هاي شبه جايبها عليه. صل على النبي. صل على النبي. الله اكبر. ادي معانا. ايه الفلوس يا كبير؟ عليه الصلاه والسلام. قول له زين قبل فلوس. ايه الفلوس يا عم زين؟ والله 41.5. الواحد ولا اثنين؟ الاثنين 41.5. 41.5 صل على النبي. انا قلت اخذتهم منك ب 21. الله يوسع عليك. الله يبارك. لبان يا كبير الاثنين؟ لبان. لبان. صلى على النبي. ربنا يوسع عليك يا خالد. صلى على النبي. هذا يا جماعه 41 41.5. 41.5. 41.5. صلى على النبي. هذا يا جماعه العجلين دول، هذه فتحات العجل تبارك الله. 41.5 الاثنين دول. معروضين للبيع هم؟ معروضين للبيع. طب تقول لي رقم تليفونك؟ ايه رقم التليفون؟ زين رقم التليفون عشان اجيك على اليوتيوب يا زين. ايش؟ صلى على النبي. هذا يا جماعه الاثنين دول 41. التليفون يا زين. كم رقم التليفون يا عم زين؟ زين رقم كذا كله. هذا معانا المعلم زين يا جماعه، العجلين دول فلوسهم 41.5. 20.5. هذا المعلم زين طلع لنا الرقم برضه لو حد حاول يتواصل معاه. هذه العجلين دول 41.5 فلوسهم. هذه عيون اللحمة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. خلاص تمام يا كبير. طب كم وكانت تصنيطها بتاعتهم عاملة؟ 20.521. 21 الأسود ولا الأحمر؟ الأحمر. الأحمر 21. وده 20.500 الأسود. الصلاة على النبي. متشكرين عم زين. كده. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي.
سلام عليكم. سلام عليكم. هذه معانا حاجة كمان من المال الطيب. بسم الله ما شاء الله. يا أخي ما تخليك في المضمونة يا أخي. خليك في المضمونة. قام اشتريت. قام اشتريت. قام اشتريت وريني تعال. لا مرتاح مرتاح. فلوس 23. أنا غلطان حقك علي. عيد لي لبانة يا جماعة. السلام عليكم. 23 ماشي 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 بلدي ذاك بلدي 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 يقول مش بلدي بلدي باين عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. منورين اخ خالد الله يوسع عليك. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. لبانه ده خالص لبانه لبانه. ايه الفلوس ولا ايه البيع والشراء خالص؟ 17 الى 200 فلوس. 17 الى 200 يا جماعه العيد. السلام عليكم. لو قلنا استغفر يعني نفس وزن كامل تقريبا ما فيش حد بيجيبها بالضبط صح تقريبا يجي 200 200 نفس هذا يا جماعه الاوزان تقريبا 200 ولو قلنا يصفي أربعة تربع أربعة تربع أربعة تربع يجي 160 يعني الجلد والمعاش كله 40 بس مية وعشرين لا أكثر من 120 أكثر عشان خلي بالك هي بتبقى التلتين والتلت أربعة تربع أكثر من 120 تلتين والتلت بقول 150 أربعة تربع سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم تبارك الله هذا يا جماعة 17 إلى 200 المزرعة كبيرة مختصة بأسوان هنا الضراوة تبعك دعم نعم سلام عليكم سلام عليكم هذا معنا كمان عجلين هنا يا جماعة عجلين سلام عليكم تبارك الله سلام عليكم هذا يا جماعة العجل فتحات العجل تبارك الله السلام عليكم السلام السلام يا حجي تفضل زكا عمار زكا كبير ايه الفلوس ولا ايه البيع والشراء في المدينة؟ 34 الاثنين مع بعض السلام عليكم هذا يا جماعة الاثنين دول 34 بيقولوا الراي لبان الاثنين صح؟ لبان الاثنين صغيرين يا جماعة لبان الاثنين رسم 34 سعرهم كويس السلام عليكم هذا يا جماعة اللهم صل على النبي هذا معانا عجلين كمان هنا بالصلاة على النبي تبارك الله صلى على النبي في التعليقات يا جماعة كده اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي السلام عليكم تبارك الله يعني بصراحة تبارك الله والله الفلوس ولا ايه البيع والشراء كذا 49000 49 الاثنين كام وكام التفويضه كذا مع بعض الاثنين مع بعض شايلين بعض السلام عليكم يقاس مو بعض يا يقاس مو حقه السلام عليكم هذه 49000 على هنقول مثلا 24 24 ونص 24 ونص السلام عليكم 24 تبعك اخا مع الري للطيب تمام اخا الله يوسع عليك اخا اخبر العيول اللحمه اخا تظهر معنا تظهر معنا ها عيول اللحمه سلام ايه اخبار العيول العيول كويسه العيول كبيره زايده ولا لا كويسه لو قلنا في النفس لو قلنا يعني دابه مزارع عشان النفس شويه دابه مزارع عشان النفس شويه هي انا شايف العيول الصغيره اغلى من الكبيره ما طيب ما يعني انا الواحد مثلا حقي بياخذ له عجل مثلا يقعد معاه 6 شهور ولا 8 شهور ياي مثلا ياخذه ب 13 14 شغال القاني ياي يبيعه ب 10000 يكون صرف اكثر من حقه المربي مش كسبان اليومين دول مش كسبان بمرض الله هو المستفيد الجزار بما يرضي الله يعني العلف غالي لا العلف ضرر الكل العلف ضرر الكل ايوه العلف احنا كنا بنصور في سوق قنا والله من يومين كده فبرضه كل الناس بتشتكي من موضوع العلف ده لا العلف متشكرين يا خالد متشكرين الله يوسع عليك
الصلاة على النبي. يا أخي ما يلا يا راجل. السلام عليكم. السلام. ازيك يا خال؟ انتوا فين ده؟ على اليوتيوب حق. السلام عليكم. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. هاي 39000 والله العظيم. هذه العجلين الحمر دول يا جماعه 39000. العجلين الحمر دول. اليوتيوب على التلفزيون يعني. خذ يا حاج. صورني معهم؟ اه. مش عايز تظهر براحتك. لا صور. اه الله يوسع عليك. اسم الكريم خالد. صالح. صالح. الاثنين دول لبان انا شايفهم. صح. هاي لبان. ايه الفلوس طب والبيع والشراء؟ ب 40 و41. يعني هو هم ب40 وبيشتروا ب1000. ايوه. اه 20 و20 ولا في حاجه جديده؟ بيشتروا بيشتروا انا جايبهم من البيت. جايبهم من البيت. اه يعني تفصل 40 وتفصل 41. 41. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. الاثنين لباني صح؟ الاثنين لباني. آه. الصلاه على النبي. هذا يا جماعه الاثنين دول الوصال الفصال وصل فيهم يعني ناس تقول 40 وناس تقول 41. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. تبارك الله. هذه العجلين يا جماعة. ماشي خال لو وسع عليك. هذا يا جماعة دول. السلام عليكم. معلمين السوق والله. والله منورين. ازيك حق طه؟ ايه اخبارك؟ الصلاة على النبي معلم. ايه معانا النهارده معلم؟ معانا ب 24. ده أول واحد؟ واللي هناك؟ لا ماشي. هذه ده 24 ونص يا جماعة. الصلاة على النبي. عامل حق أحمد؟ منور الدنيا والله. منور يا خال الله يوسع عليك. 56. أنا اللي 56 الاثنين دول. ها هذا يا جماعة دول 56 الاثنين دول. كام وكام حق أحمد؟ الاثنين شايلين بعض. الصلاة على النبي. طب في حاجة تزيد نظريتك حق 56 يا جماعة يعني 28 و28 وده 24 ونص. الاحمر ده كام حق احمد؟ مش تبع؟ السلام عليكم. كام الاحمر ده حق احمد؟ اثنين مع بعض. الاحمر والاسود ولا الاحمر؟ كام؟ الاحمر والاسود. كام كبير؟ دول ب 45. 45. السلام عليكم. في حاجة تزيد على الثاني؟ في الاحمر يزيد ولا الاسود؟ الاحمر يزيد. الاحمر يزيد. ها؟ السلام عليكم. والاثنين اللي هنا حق احمد مش تبع مش تبعكم. الصلاه على النبي. تبعنا بنقول عليه. تمام يا كبير الله يوسع عليك. الصلاه على النبي. هذا يا جماعه سوق عقول اللحم كله. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي تبارك الله. هذه معنا الصلاه على النبي. الاثنين مع بعض. الصلاه على النبي. هذه معنا عقول لحم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة الفتحات الفتحات العجل. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ لا اثنين مع بعض. شروة واحدة يعني؟ شروة واحدة. كسرين ولا الاثنين؟ لا لبان. لبان الاثنين؟ لبان. الصلاة على النبي. ايه الفلوس يا كبير؟ 45000. 45000. الصلاة على النبي. سيب رقمك يا عم لو حد شاف الفيديو ده عايز يتواصل معك في حاجة. 011 5 2 8 0 3 1 6 7. تمام. لو حد عايز حاجه باش يجيب اي لحم. اي لحم. اي لحم للصلاه. من فين يا كبير؟ من كبومبو. السلسله من كبومبو. احسن ناس كبومبو والله يا جماعه. ناس كبومبو ناس محترمه وناس تبارك الله وبتحب تتمعش يعني. ناس عندنا كبومبو ده في اسوان يا جماعه يقولوا مركز التجاره بتاع اسوان. فالناس دي انا شايف اسعارها كويسه. الاثنين دول ب 45. شايفين العجله يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. مع بعض يا ابو صل على النبي. صل على النبي. شو كره الحبل يا راجل. صل على النبي. هذا يا جماعه العجول من داخل سوق ضراو. سوق ضراو الدوله يا جماعه. النهارده يا جماعه صورنا لكم كميه فيديوهات تبارك الله. صورنا الجاموس وصورنا الماعز وصورنا الغنم وصورنا الجمال وصورنا البقر العشر والبقر النتايه القاني والعيول القاني. خشوا كده يا جماعه ودوها لفه في الفيديوهات
وان شاء الله القناه تعجبكم، وما تنسوناش في الاشتراك في القناه ودوسوا لايك للفيديو وصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.